بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم. طيب، أول حاجة قبل ما نخش في الميوتين حنتكلم عن حاجة مهمة اللي هي جراك وكونجيكاتيز، وبناء على جراك وكونجيكاتيز لأنه فيها مفاهيم أساسية مهمة، بناء عليها to be able to understand ميوتين and ميوتين structure, function types and so on. طيب، يعني شنو جراك وكونجيكاتيز؟ يعني كربوهيدرات معه مادة تانية، سواء كان كربوهيدرات بروتين، سواء كان كربوهيدرات ليبيدز، سواء كان and so on. طيب، glycoconjugates is a general classification of carbohydrates referred as glycans, in which is linked with other chemical molecules, like lipids, proteins, polypeptides, and so on. طيب، بعد ذلك في العملية اللي اسمها glycosylation، اللي هي عملية إن نحول المادة من chemical type molecule into glycoconjugates، بنسميها glycosylation. يعني لو كان بروتين ارتبط مع كربوهيدرات بنسميه حصل له جلايكوسايليشن. فبالتالي الجلايكوسايليشن is a reaction in which carbohydrate is attached to other functional group of other chemical of chemical species. وطبعا يعني ما اللي يكون بروتين، احنا اخذنا بروتين as an example just. طيب، دائما الجلايكوسايليشن بيحصل ما بين جلايكوسايل دونر وجلايكوسايل اكسبتور. الجلايكوسايل اكسبتور اللي هو دائما بيكون الكربوهيدرات، والجلايكوسايل دونر هو الكربوهيدرات، والجلايكوسايل اكسبتور اللي هو الشق الثاني المرتبط مع الكربوهيدرات. طيب، والجلايكوسايليشن از اكيورد باي انزيماتيك وديهيلميلي او نون انزيماتيك. طيب، لو اخذنا مثال البروتين ارتبط مع كربوهيدرات اللي هو ريفيرت اس جلايكانز، بالتالي جلايكانز بلس بروتين. مثلا لو حصل اثناء الجلايكوسيليشن حصل اثناء البروتين سينثيسيس بنسميه كو ترانسليشن موديفيكيشن، ولو حصل بعد البروتين سينثيسيس بنسميه بوست ترانسليشن موديفيكيشن. طيب، الجلايكوكونجيكاتيز بانواعها كثيره شديد، لكن ابرز الانواع اللي هي بتهمنا حاليا we care about in to understand ميوسين اللي هم الجلايكوبروتينز والبروتوجلايكانز. هم الاثنين عباره عن بروتين اتاتش تو كاربوهيدرات، لكن بيختلفوا في البروتين في الكاربوهيدرات تايب ذات اتاتش تو ذا بروتين وفي اللوكيشن والفانكشن. طيب، في حاله البروتوجلايكانز ار بروتينز كوفالنت اتاتش تو ذا جلايكوز من جلايكانز او ما يعرف بالجي اي جي اس او جاج، وايل الجلايكوبروتينز ار بروتينز كوفالنت اتاتش تو اوليغوساكرايد. واضح انه نوع الكربوهيدرات مره اوليغوساكرايد ومره الجي اي جي اس او جلايكوز من جلايكانز في حاله الجلايكوبروتينز والبروتوجلايكانز ريسبكتيفلي. طيب، بعد ذلك الفرق الثاني، الفرق البعد البروتين الكربوهيدرات تايب ذات اتاتش تو ذا بروتين، بعد ذلك اكيورينج ذا لوكيشن وين ان لوكيشن، وبالتالي لوكيشن مرتبط ارتباط وثيق بالفانكشن. فالبروتوجلايكانز ميلا اكيورينج ذا كونكت تيشو، بالتالي الفانكشن حتكون شنو سبورتيف، سينسي انه اوريدي عارف انه الكونكت تيشو بيعمل سبورتنج، بالتالي هنا بيعمل ايه سبورتنج بروفايد سترينج في ان كوشنينج اوف ذا كارتليج ان ذا كونكت تيشو ان اوسو اكيورينج ذا كيستراسيولار ماتريكس. بالتالي ده في حاله البروتوجلايكانز. اما حاله الجلايكوبروتينز ميلا اكيور ان ذا سيل سيرفيس وبروفايد انتجرال ميمبرين بروتينز ان سيل ريكوجنيشن اند سيل سيجنالينج. تمام، فبالتالي الاختلاف في الفانكشن انه في حاله البروتوجلايكانز قلنا بروفايد سترينج اند كوشنينج افكت تو ذا كارتريج، اند جلايكوبروتينز سيرف از انتجرال ميمبرين بروتينز ان سيل ريكوجنيشن اند سيل سيجنالينج. طيب، نحن بنقول حاجه دي ميلي معناها ما بيمنع انها تحصل في سايد تاني، فمثلا بروتوجلايكانز ممكن يكون في اذر سايد لكن ميل في الكونكت تيشو، نفس المفهوم ينطبق على منه على جلايكوبروتينز. طيب، بعد ذاك في اذر ديفرنسز، اول ديفرنسز بعد المين ديفرنس طبعا ان النون بروتين كونتنت از 50 to 60% باي ويت، 50 to 60% باي ويت في حاله البروتوجلايكانز و 10 to 15% باي ويت بالنسبه في حاله الجلايكوبروتين. طيب، الحاجة دي عشان تقدر تفهمها أنا بضربها مثلا ما بين الجوز الهندي المزروع في السودان والفول السوداني المزروع في الهند. فكون الفول يعني الفول السوداني مزروع في الهند ما بيمنع إنه هو فول سوداني still whatever إنه مزروع وين، وفي نفس بنفس الفهم الجوز الهندي مزروع في السودان هو في النهاية جوز هند، ما بغير إنه هو هندي. تمام، بنفس المفهوم ده
انه انا اقول جلايكو بروتين، هو بروتين لكن جلايكو بروتين ما بغير انه بروتين، وبالتالي انا بروتين كونتنت بتكون ليز، بتكون اقل اللي هي 10 تو 15% باي ويت، وخلفه يعني خلافه في خلاف لها بالنسبه للبروتوجلايكان اللي هو نسبه النون بروتين كونتنت. هو بروتوجلايكان، هو جلايكان يعني هي صح، هو بروتين مرتبط مع بروتين لكن هو جلايكان ستيل، هو كربوهيدرات، وبالتالي النون بروتين كونتنت از 50 to 60% باي ويت، انه الماده الغير بروتينيه او الكونتنت الغير بروتين نسبته اعلى في البروتوجلايكان. تمام. طيب بعد ذاك الفرق اخر في التشين، انه التشين بتكون ار لونجي لاينر ان نيجاتيف ريتشارجد في حاله البروتوجلايكان، وعكسها تماما في حالة جلايكوبروتينز اللي هي بتكون شورتي برانشيد and may or may not be negatively charged. طيب النيجاتيف تشارج اللي قاعدة في البروتوجلايكان جاية من وين؟ جاية من انه جاية من الجاجز او الجي اي جي او الجلايكوز امان جلايكانز، وفي الجلايكوز امان جلايكانز اللي هو بتكون من اليورونيك اسيد و other molecule اللي هم ال other molecule زي منه. طيب او في جلايكوز من جلايكانز في حد ذاته بتكون من اليورينيك اسيد وسلفيت، هم ديل ريسبونسبل فور ذا نيجاتيف تشارج. طيب بالنسبه للتايبس، قلنا التايبس اوف ذا بروتوجلايكانز هم بيعتمدوا على حسب طبيعه الجي اي جي او الجلايكوز من جلايكانز. اما التايبس بتاعه الجلايكوبروتينز اللي هم الان لينكد جلايكوبروتينز والاو لينكد جلايكوبروتينز. لما نقول ان لينكد جلايكوبروتينز او الاو جلايكوبروتين او برضه بيسموه الاو glycosylation اللي هو the carbohydrate is attached to the O atoms of the OH group of the amino acid serine or threonine. اما في حالة ال N glycosylation انه الكربوهيدرات is attached to the N atom of the NH2 group of the amino acid asparagine. دي في حالة منه ال N glycosylation. طيب في كل الحالتين هم كربوهيدرات مرتبط مع بروتين. طيب تدخل الامينو اسيد هنا شنو؟ مش البروتين بيتكون من بوليبيبتايد تشين، والبوليبيبتايد تشين بيتكون من يونت هم الامينو اسيد، امينو اسيد بلس امينو اسيد بلس امينو اسيد اند سو اون. طيب انواع الامينو اسيد في حاله الاو جلايكوسيليشن او الاو جلايكوبروتين هما السيرين والثريونين، وبالتالي انهم الاو اتش جروب، وبالتالي الكربوهيدرات از اتاتش تو ذا او اتوم اوف ذا او اتش جروب. وفي حاله الان جلايكوسيليشنز اللي هما الاسبارجين، الاسبارجين اللي هما نقول اسبارجين معناها ان عنده NH2 group، والكربوهيدرات is attached to N atom of the NH2 group. طيب دي كانت المقدمة عن الجلايكوكونجيجيتز والفرق ما بين الجلايكوبروتينز والبروتوجلايكانز. بعد ذاك اللي هو السلايد ده برضو بيذكر الكلام اللي قلناه قبل شوية، تلخيص نفس الكلام. اما هنا فهنا كلام بتفصيل عن الجي اي جي او الجلايكوز من الجلايكانز، اللي هي معلومات اضافيه انه بتكون من اليورينيك شوجر انا ماينو شوجر، وقلنا اليورينيك شوجر او اليورينيك اسيد عموما ومعاه سلفيت هو ريسبونسبل فور ذا نيجاتيف شارج. تمام. ويز ذا اكسبتيشن اوف كيريتان، الكيريتان هو نوع من انواع البروتوجلايكان اللي هم انواع البروتوجلايكانز هم زي الكيريتان واذر اذر. اما اكزام دي اكزامبل فور بروتوجلايكان. لو اخذنا على الاذر سايد انواع او امثله، نرجع لسلايد الجبال اللي هو هنا بالنسبه ل examples for glycoproteins، انه example glycoproteins زي مثلا الميوسين هو glycoproteins، عندنا الاميونوغلوبولين هو ميوسينز and so on. طيب بالنسبه ل example for proteoglycans اللي هو زي ما ذكرنا قبل شويه الكيراتان. طيب بعد ذاك انه زي ما ذكرنا قبل انه because انه دائما with exceptions of keratin where the place of the uronic sugar it has a galactose, where the place of the uronic sugar it has galactose because the jagsi are highly polar and attract water, they are used in the body as lubricant of shock absorber. طيب هو دائما، طيب الجاجزي بيكون دائما بيمتص الصدمات بالنسبه للبودي، وهو بيشتغل كالبريكانت. الليبريكانت هو ما يعرف بالشوك ابزوربر اللي هو ده دايما وظيفة بتاعت الكونكتف تيشو اللي هو سبورتيف. بالتالي بما انه الجاجز يدخل في تكوين البروتوجلايكانز اللي هو اكيور ميلين كونكتف تيشو ان بروفايد سبورت ان كوشنينج فور ذا كارتريج، بالتالي هو اكت از ليبريكانت او شوك ابزوربر اللي هو على شوك ابزوربر اللي هي فانكشن بيلونج تو ذا سبورتيف.
طيب بعد ذاك احنا تكلمنا كده عن ما يعرف بها المقدمة، مقدمة عن الجلايكو، عن الجلايكو كونجكيتز، سواء كان بروت جلايكاز وجلايكو بروتينز والديفرنس بين ذيم. طيب نخش فيها الميوسين. لما نقول ميوسين also called ميوكوبوليسكارايد اللي هو major جلايكو بروتينز component of the ميوسين of ميوكاز under normal circumstances. هو احنا عارفين already يعني شنو جلايكو بروتينز. هو الميوكوز فيه كومبوننتس كثيره، ومن الكومبوننتس ديل في جلايكوبروتينز. جلايكوبروتينز ما 1 ولا 2، هما كميه. الميجر جلايكوبروتين كومبوننتس، اكثر كميه في جلايكوبروتينز كومبوننت هم عباره عن ميوسين. دي وين في الميوكوز؟ دي في الحاله الطبيعيه under normal circumstances. لو كان حصل pathogenesis او اي case that not considered as a normal circumstances، بالتالي ممكن يكون الميوسين هو الميجر جلايكوبروتين. Large hairy glycosylated protein with the repeating domains rich in serine threonine site for glycosylation. أنا بالتالي عارف إنه هو glycosylated protein. ليه؟ لأنه حصل له conjugated with carbohydrate. طيب with the repeating domains يعني إنه لما أقول حاجة دي تندم يعني one from the other أو one to come after the other، يعني respectively أي واحد ورا الثاني. فأي واحد خلف الثاني ده معناه إنه بيكون في رصة، يعني بيكون منظمة جدا. طيب ريتش ان سيرين ان ثريونين. طيب انا عارف ان السيرين والثريونين بيدخلوا في تكوين الاو جلايكوبروتينز او الاو جلايكوسايليشن، وبالتالي قال لي ريتش ان سيرين ان ثريونين سايت فور او جلايكوسايليشن. بالتالي انا عرفت ليه قال لي سايت فور او جلايكوسايليشن، لانه ريتش ان سيرين ان ثريونين بحيث انه البروتينز هنا حصلوا جلايكوسايليشنز لانه ارتبط الكربوهيدرات بالاو اوف ذا او اتش جروب of the amino acid في serine or threonine. بالتالي هو بيكون rich in serine or threonine عشان يكون site for all glycosylation أو all glycoproteins. طيب serine what is serine؟ serine is amino acid that derived from vitamin B6 and niacin. والنياسين في حد ذاته هو عبارة عن vitamin B complex. طيب ماذا نعني بالثريونين؟ الثريونين برضو هو amino acid لكنه هو essential amino acid وhydrophilic amino acid. طيب also contain glycoconjugates اللي هو تكلمنا عنها كبير، انواع كثيره زي الميوكوبروتينز، الجلايكوبروتينز، جلايكوزامين جلايكاز، دول كلهم هو انواع اللي منه او امثله جلايكوكونجكيتس اللي هم قاعدين جوا الميوسين. فالميوسين هي عباره عن جلايكوبروتينز وفي نفس الوقت بيحتوي على جلايكوكونجكيتس اخرين قاعدين جوا لها، لكن هي ميجوريتي هي جلايكوبروتينز. With a high content of sialic acid of sialic acid اللي هو N acyl derivative of numeric acid or sulfated polysaccharide. من هنا بدأ التلميح لأنه الميوسين هو أنواع، فقال لي بيحتوي على ال high content of sialic acid or sulfated polysaccharide. بالتالي السيالك acid هو عبارة عن مادة بتكون مصنوعة من مادة مستخلصة أو ممكن تكون respectively come from carboxylic acid. طيب لكن لما نيجي نعرف السيالك اسيد كتعريف scientifically هو عبارة عن N acyl derivative of numeric acid. ولما نقول يعني شنو numeric acid، النيوميريك اسيد هو عبارة عن is anion carbon amino sugar derived from المانوز and pyruvate. فالمانوز plus pyruvate، انا عارف ان المانوز مانوز امين وليس مانوز ساي، المانوز امين and pyruvate. عارف ان pyruvate هو end product of glycolysis، معه المانوزامين together ديل بيحصل درايفيتيف لهم الاثنين سوا عشان يدوني ناين كربون امينو شوجر، معروف بين النيورامينيك اسيد. والنيورامينيك اسيد اللي هو بيحصل له درايفيتيف منه الان اسايل اللي هو بيديني السيالك اسيد. طيب لو ما كان محتوي على الهاي كونتنت اوف سيالك اسيد ممكن يكون على السلفيتد بوليسكرايدز اللي هي دي بيديني نوع اسمه السلفيتد ميوسين. طيب بغض النظر عن انه ما تتطرق للانواع من هسه، نركز في الديفينيشن. طيب بالنسبه للجلايكوزامين جلايكانز او الجي اي جيز نحن اتلاقينا فيه كثير في شرحنا. فهو عباره عن شنو؟ هو عباره عن زي ما قلنا قبل، هو عباره عن جلايكوكونجكيتز دخل في تركيبه جلايكوكونجكيتز، وهو في حد ذاته جلايكوكونجكيتز. هو عباره عن كومبلكس بوليسكرايد كونتيننج امينو جروبس. وطبعا الجي اي جي او الجلايكوزامين جلايكانز هو ينتمي الى عائله يسموها الكوامارين دراكس. والكوامارين دراكسي هم زي منو؟ زي الوارفارين، الهيبرين، انهيربان سلفيت،
and others which are useful in as anticoagulant. طيب بعد ذلك عندنا الميوسين ستينز هايلايت الميوسين ستينز ميوسين ستين ميوسين ستينز هايلايت كربوهيدرات بورشن اوف جلايكوبروتينز نوت ذا بروتين كومبوننتس. يعني من هنا فهو اكد على المقدمه القبيله اللي احنا تكلمنا عنها انه قال لي لما نعمل بعدين ستين الميوسين فمن هسي انه عملي ريمايندر ذات انه الستين بعدين في الميوسين هو بيكون ستين للكربوهيدرات بورشن لانه اصلا احنا في الاساس عاملين ديمونستريشن اوف كربوهيدرات those stain are able to stain carbohydrate portion of the glycoproteins but not protein components. تمام طيب بعد ذاك نحن نتكلم عن قالوا انه قبل ما نخش في الميوسين تايبس في بعض المصادر بتقول انه عموما نحن في الشيت الميوسين تايبس هم الاسيد ميوسين والنيوترال ميوسين لكن في بعض المصادر بتقول انه الميوسين تايبس according to site ناس بيقولوا سترومال و ابيثيليال لكن الميجوريتي او الاصح انه هم ميوسين اسيد ميوسين ونيوترال ميوسين بحيث انه الابيثيليال ميوسين في حد ذاته هي داخله في تكوين النيوترال ميوسين بعدين زي ما حنشوف لاحقا. طيب بعد ذاك قلنا الابيثيليال ميوسين شير كم كاركترستيك اوف ان اليفيتد نمبر اوف سيكوانس ريبيتد ان تندم ذات ار ديفرنس فور اتش ميوسينز. طبعا زي ما تكلمنا قبل عن السيكوانس اللي بتكون منظمه ريسبكتيفلي وان فرونت اوف ذا اذر بتكون هي الرقم او العدد بتاعهم بيكون اكثر بالنسبه للابيثيليال ميوسينز وفي كل نوع من الابيثيليال ميوسينز او انه عموما النمبر اوف سيكوانس ريبيتد اندم بيكون ديفرنت فور اتش ميوسين تايب وهم بيكون النمبر او عددهم بيكونوا اكثر في حاله الابيثيليال ميوسينز. طيب الميوسينز تايبس هما انكلود اسيد ميوسينز اند نيوترال ميوسينز. فالاسيد ميوسينز اند نيوترال ميوسينز لما نقول اسيد ميوسينز معناها قاصدين انه يا اخي الرياكتيف اول حاجه الرياكتيف جروبس او المسؤوله من انه بعدين يحصل له ستيننج عن طريق الرياكتيف جروبس يسموها اللي هي اسيديك جروب. والاسيديك جروب في حاله الاسيد ميوسين يا اما تكون كربوكسيليك اسيد اللي هي الكربوكسيليك كربوكسيل جروبس او تكون سلفيت جروبس اللي هي جاي من سلفيتك اسيد. طيب دي اذا الاسيد ميوسين نوعين هما الاسيد اللي هما الاسيد ميوسين ما تكون سلفيتد ميوسينز او كربوكسيليك ميوسينز والنيوترال ميوسينز يا اما تكون النيوترال ميوسينز النيوترال ميوسينز زي ما قلنا قبل انه يا اما تكون strongly or weakly sulfated acid ميوسينز او تكون سيالو ميوسينز. طيب الكربوكسيليتد ميوسينز هم ايه ما تكون هايلورونيك اسيد او كربوكسيليتد سيالو ميوسينز. الكربوكسيليتد سيالو ميوسينز هي ما تكون انزيم لابايل او انزيم ريزيستنس والانزيم لابايل بنسميها الان اسيتايل والانزيم ريزيستنس هي الان او اسيتايل. الكلام ده كله حيلاقينا اللي قدام لكن احنا تطرقنا له حاليا لانه في حاجه مهمه لازم نتنبه لها اسي. طيب استرونجلي السلفيتد ميوسينز زي ما قلنا هم ويكلي وسترونجلي سلفيتد اسيد ميوسينز وسلفيتد سيالو ميوسينز. اما الاسترونجلي سلفيتد اسيد ميوسين قسمناهم لكونكتيف تيشو ميوسينز اند ابيثيليال ميوسينز. طيب بالنسبه للاسيد ميوسينز اللي هي قدامنا دي هنا على حسب الكومبلكس والسيمبلسيتي او الكومبلكسيتي من كل تايب فأخذنا كاركترستيك معينة اتكلمنا عنها وتناولناها بشيء من التفصيل. فالأسيد ميوسينز لما يكون نون سلفيتد طيب أنا قلت هو أسيد ميوسين نون سلفيتد نحن الأسيد ميوسين قسمناها نوعين يا إما نيوترال الأسيد ميوسين يا إما كاربوكسيليتد أو سلفيتد. هو نون سلفيتد معناها حيكون شنو؟ حيكون كاربوكسيليتد. بالتالي الأسيد سيمبول يا إما يكون نون أسيد سيمبول نون سلفيتد أو أسيد سيمبول ميزينجمال وفي كلتا الحالتين ديل هم بيعتبروا كربوكسيليتد ميوسينز لانه بيحتوى على يا اما سيالك اسيد في حاله الاسيد سيمبول نون سلفيتد او الهيلورونيك اسيد اللي هو في حاله الاسيد سيمبول ميزنجمال. وفي الحالتين ديل نحن بنعتبره كربوكسيليتد اسيد ميوسينز لانه انواع الكربوكسيليتد اسيد ميوسينز اللي هم زي ما ذكرناهم قبل يا اما الهيلورونيك اسيد او الكربوكسيليتد سيالو ميوسينز. طيب اما بعدين لما نيجي نتكلم في الرساله الجاي عن الاسيد كومبلكسي سلفيتد اللي هم
نوع الاسيد كومبلكس سلفيتد زائد الاسيد كومبلكس كونكتيشن هم الاثنين بينتموا الى السلفيتد اسيد ميوسينز. طيب الاسيد سيمبل نون سلفيتد ميوسينز والاسيد سيمبل ميزنجمال الاثنين هم كل واحد عنده كاركترستيك مميزه له. فاول حاجه الاسيد سيمبل نون سلفيتد بيحتوي كونتين سيالك اسيد, والسيالك اسيد ده عباره عن شيء قلنا الرياكتيف جروبس او الرياكتيف اسيد جروب. بالتالي دي بعدين بتفيدني في الستين لما يحصل رياكشن ما بين التيشو ما بين الستينينج. على حسب نوع الستين بيكون بيختلف الرياكشن, لكن في الاسيد ميوسين كلهم الرياكتيف هو بالنسبه للتيشو من جانب التيشو هيكون منه الاسيد جروب. طيب بالنسبه للنيوترال هيكون الرياكتيف از اوت اسيد جروب زي ما هنشوف لاحقا. طيب الكونتين سيالك اسيد الفاوند انيبيثيليوم فاون انيبيثيليوم زي الكول بلادر والانسان في البناين والادينوكارزينوما. البناين اللي هو انان ميلجنان يعني نان كانسرز, وفي الادينوكارزينوما اللي هي كانسرز او ميلجنان. والانسان الميتابلازيا ان ستومك, وناخد وقفه في الانسان الميتابلازيا ان ستومك يسموها بالجي اي ام او الجاستريك انتستان الميتابلازيا اللي هي البري كانسرز جاستريك, يعني هي عباره عن حاله تسبق الكانسر. والحاله دي طبعا هي associated with Helicobacter pylori infection. يعني دايما الناس اللي بيكون عندهم Helicobacter infections Helicobacter pylori او جرثومة المعدة اللي هي دايما بتكون في infections دايما في المعدة لفترات اطول, او يعني دايما زول بيعاني منها من فترة او من حين الى اخر. فدي الناس زول able او عندهم high probability او high ability to get a GIM or gastric intestinal metaplasia and take 4.6 to develop to cancer. لو انت جاتك ال GIM or gastric intestinal metaplasia دائما المتوسط او الافريج بالنسبة للزول عشان مديه نسأل الله السلامة العافية لكلنا جينا واحد فينا, فاللي هي ال GIM بتاخد افريج 4.6 to develop to cancer. طيب قديما كانوا بيقولوا انه ال GIM اول انتسان الاول جاستريك انتسان الميتابلازيا اول انتسان الميتابلازيا في الاستومك بيقولوا irreversible, لكن ريسنتلي في ابحاث اثبتت انه هي ريفرسبل وممكن ترجع بادويه معينه. ويعني الحمد لله يعني في تطور, فكل حاجه كانت previously not able to do now by the way now we found treatment we find solution for many problems and so on. طيب and بعد ذلك قلنا هي positive. بعد ذاك نشوف عن الستينز ان هي positive for BAs alcian blue at pH 2.5 colloidal ions and meta metachromatic dyes and they كلهم هم عبارة عن شنو, عبارة عن ستينز positive ليهم, يعني كلهم ممكن يصبغوا لي منهم يصبغوا لي الاسيد سيمبول نون سلفيتد. الاسيد سيمبول ميزنجمال هي general زيها لكن اختلافات بسيطة. فأول حاجة اختلفوا في الرياكتيف اسيد جروب قبل كان سيالك اسيد, اما هنا هايلورونيك اسيد اند ديجستيفيز هايلورونيك اسيد. في نقطه مهمه قبل ما ذكرناها في الاسيد سيمبول نون سلفيتد اللي هي دي ريزيستي الهايلورونيديز ديكيشن. يعني الهايلورونيديز هو عباره عن شنو, هو عباره عن انزيم ذات يوزد تو انكريز سبيسيفيتي فور فيريوس اسيد ميوكوس بيستينز ان الشيان بلو ستين. انتوا مرات الشيان ومرات بيقولوا الشيان بلو, سو اني واي ات از رايت. طيب بالنسبه له انه يعني بيزيد لي او بي زي تذكروا زمان لما تكلمنا عن البي اس مشكله تكلمنا عن حاجه اسمها ادايستيز, بيكون انزيم بيكون بيشتغل مع البي اس عشان دي نيجاتيف ريزلت, وبالتالي بيعمل دايكيشن للجلايكوجين زي ما ذكرنا مع البي اس. بنفس الفهم ونفس المفهوم ده انه الهايلورونيديز دايكيشنز هو بيكون ريزيستنس في حاله الاسيد سيمبول نون سلفيتد, وبيكون هو بوزيتيف في حاله الاسيد سيمبول ميزنجمال. طيب ليه هنا بيجي نيجاتيف وهنا بوزيتيف؟ طيب لو عندك انزيم سكريز وعندك سبستريت سكر اللي هو سكروز, فالسكريز هيعمل دايكيشن للسكروز, ولو عندك لاكتوز بيعمل بيحصل له دايكيشن باللاكتيز على حسب السبستريت. فبالتالي هنا الرياكتيف جروب هي السيالك اسيد, فالهايلورونيديز دايكيشنز عن طريق الهايلورونيديز انزيم فا اوف كورس هي نوت بي ايبل تو دايجست ات, بالتالي ريزيست تو ات.
اما الهيلورونيك اسيد بما انه كونتين هيلورونيك اسيد في هذا الاسيد سيمبل ميزنجمال بالتالي حيكون ايبل تو بي ديكيشن باي ذا هيلورونيداز الهيلورونيداز انزيم او الهيالورونيداز ديكيشن ام عارف بالهيلورونيك الهيالورونيك اسيد. طيب انه لما نحن نقول كلمه هيلورونيك اسيد معناها قاصدين شنو الرياكتيف جروب, وفي حاله السيالك اسيد برضه قاصدين منه الرياكتيف جروب. وبالتالي نحن على حسب الاسيد ميوسين يا اما يكون الهايلورونيك اسيد او السيالك اسيد. فالهايلورونيك اسيد يحصل له دايكيشن عن طريق منه عن طريق الهايلورونيدز دايكيشن او ما يعرف به الهايلورونيدز انزيم. طيب فاون انتشو استروما ساكروما من الاماكن الطبيعية الاماكن اللي ممكن نلقاها فيه, ممكن يكون في الاستروما نورمالي او اب نورمالي, ممكن يكون في الساكروما ساكروما اللي هي كانزر اوف ذا بون, او ممكن نقول كانزر اوف ذا سبورتيف تيجو سواء كان بون او كان اني اذر سبورتيف تيجو. هي بوزيتيف لنفس الحاجات اللي هي بوزيتيف للاسيد سيمبل انسلفيتد ما عدا انها نيجاتيف فور ذا بي ايز او البي ايز اللي تكلمنا عنه سابقا, انه قلنا هو بيعمل ديمونستريشنز لميني ميني ميني كربوهيدرات اللي هو فذكرنا المرة فاتت انه هو براه ممكن يعمل ليه ديمونستريشنز تمام, لكن ممكن الدايستيز او الانزيم اللي بيستخدموه معاه في الدايكيشن يكون از كونفيرماتوري ان سام هاو. اوكي بالتالي زي ما ذكرنا قبل شوي انه بوزيتيف مع البي اس في حاله الاسي سيمبل نون سلفيتد ونيجاتيف في حاله الاسي سيمبل ميزنجمال. طيب بعد ذاك نتكلم طبعا عن البي اس هي عباره عن صبغه تمام, الكلام دي كله هو عباره عن صبغ سواء اويستين سواء كانت بي اس سواء كانت ارشين بلو سواء كانت كولايدر ايون سواء كانت ميتا كروماتيك دايز, المهم هم عباره عن ستينز او دايز يستخدموهم في الستيننج اوف تيشوز. طيب بعد ذاك عندنا نتكلم عن الاسيد سيمبل الاسيد كومبلكس, دائما الاسيمبل بيكون هم ناس بيحتوي الكربوكسيليتد اما الكومبلكس هم السلفيتد اسيد ميوسينز. طيب الاسيد كومبلكس سلفيتد فاون ادينو كارسينومز يوجوالي بوزيتيف فور ذا بي ايز ارشين بلو ات بي اتش 1 كولايد الايونز الميوسيك ارمين اند الميتا كروماتيك ستينز. طيب there is the hyaluronidase digestion كلام واضح. اما بالنسبه للاسيد كومبلكس يكون نيجاتيف تيشو نلقاها في تيشو ستروما كارتليج ان بون وانكلود كوندروتين سلفيت كيراتين سلفيت ان سو ديل هم عباره عن انواع لمنو انواع للاسيد ميوسينز اكزامبلز. طيب بوزيتيف فور ارشين بلو ات بي اتش 0.5 طبعا البي اتش بيتغير على حسب منو على حسب الاسيد اللي انا بتعامل معه سواء كان سلفيت او كان سواء كربوكسيليتد, وفي السلفيت سواء كان سواء كان في السلفيت ذاته هو كومبلكس سلفيت او كومبلكس كونكتيف تيشو. فالسلفيت هي ذات انواع مش قلنا سترونجلي سلفيت ويكلي سلفيت او اسيالو اسيالامين او زي ما ذكرنا قبل في الانواع. طيب هي نيجاتيف فور بي اس. طيب طيب بعدك هنتكلم دي هي الانواع اللي ذكرناها قبل انواع الاسيد ميوسينز لو قلنا هي اما كربوكسيليتد او سلفيتد. والكربوكسيليت ميوسينز اما الهايلورونيك اسيد او الكربوكسيليت سيالو ميوسينز, والكربوكسيليت سيالو ميوسين اما انزيم لابايل او ريزيستنس اللي هي بتكون ان اسيتيل في حاله اللابايل وان او اسيتيل في حاله الريزيستنس. طيب السلفيتد ميوسينز اما تكون ويكلي او سترونجلي سلفيتد اسيد ميوسين او سلفيتد سيالو ميوسينز. السترونجلي سلفيتد اسيد ميوسينز اللي هم يا اما كونكتيف تيشو او ايبيثيليال ميوسينز. طيب ناخذ كامثله منهم طبعا ما هنقولهم كلهم لانه just for example على سبيل المثال للحصر. فالكونكتيف تيشو اخذنا از اكزامبل ليه هو انه يعني امثلته اللي ممكن اجد فيها الميوسينز زي الكوندرتين سلفيت A والكوندرتين سلفيت B و C والكيراتين سلفيت والهيبرين والهيبران والديرمين سلفيت والهيلورونو سلفيت وكل واحد في السايد بتاعه مكتوب قدامه. مثلا الكوندرتين سلفيت A قاعد في الكارتريج, الكوندرتين سلفيت B بنلقاه في الأورطة والهارت فالف and dermis of the skin. طيب نحن او بناء على ذلك كلهم كل واحد عنده سايد براه. طيب فالكوندرتين سي قلنا بريزن كارتريج يمبريكال كورد اند ديرمز اوف ذا سكين,
الكيراتين سيل كده. بناء على كده، بناء على ديل هم النورمال سايت، ممكن نلقى فيهم الميوسين بروديوسينج سيل، او يعني في الكونكتد ايشو. منو في الكونكتد ايشو؟ بيكون فيهم ميوسين، اللي هم ديل انواع الميوسين والاماكن اللي بنلقاها فيهم. انا لو لقيتهم في اماكن تانية في الكونكت ايشو ما عدا السايت اللي ذكرتها حاليا دي، او الموجوده قدام في السلايد، فبالتالي بيكون انه بيكون في اب نورمال كيس، انه يا اخي ده ما طبيعي، انه ما طبيعي، ما موجود في المكان ده، تمام. بالتالي في كانزر او في حاجه حصلت هنا، في بروبلم. طيب بعدك عندنا الكاربوكسيليت سيالو ميوسينز، اللي هو قسمناها الانزيم لابايل وانزيم ريزيستنت. الانزيم لابايل هي زي ما ذكرنا قبل انها بتكون دايكستد باي انزيم سيالايديز which is found in برانكيل، بترجع لمنو، which is referred to the enzyme labile tissue. الانزيم لابايل ميوسين، الانزيم لابايل ميوسين تابع لمنو؟ تابع للكاربوكسيليت سيالو ميوسين، اللي هو تابع لمنو؟ السيالو كاربوكسيليتد، اللي هو تابع لي للكاربوكسيليتد، والكاربوكسيليتد هي منو؟ الاسيد ميوسينز، تمام. نلقاها وين؟ نلقاها في السب ميوكس جلاند، في البرونكيال سب ميوكس جلاند، والسب مانديبولار سيلفري جلاند، اند جوبل سيلز اوف سمول انتستين. طيب بعد ذاك الانزيم ريزيستنس، الانزيم ريزيستنس اللي هم ريزيستي دينيتريشن اوف انزيم سيلايديز ويتش از فاوند ان ذا لارج انتستين. واضح انه بنلقاها وين؟ وهي ريزيست للانزيم اللي بيعمل دينيتريشن ليها، السيلايديز. طيب الهايلورونيك اسيد اللي هي بدي فورميد باي فايبروبلاست، بنلقاها في سينوفل فلويد، اورتا، بون كاتليج وكده، تمام. طيب بالنسبه للنيوترال ميوسين اللي هي هاز نو رياكتيف اسيدك جروب، زي ما ذكرنا قبل انه يا اخي الرياكتيف اسيدك جروب اللي هي المسؤوله عن انه دائما لما يكون في ستين، عامل ستيننج لتيشو معين، سواء كان هذا التيشو ميوسين او غيره، بيكون في رابطه او في حاجه بتخلي الستين ده يمسك في التيشو بتاعي، سواء كان ميوسين او غيره. فمن جانب الميوسينز على حسب انواعه، هم اسيد وميوسين قسمناهم على حسب شنو؟ على حسب الرابطه دي. فبالتالي الرابطه بتكون هي اسيد جروب في حاله الاسيدك ميوسين، وبتكون هنا في الحاله دي بتكون حاجه عباره عن يسموها الهيكزوزاماينز. هي عباره عن رياكتيف سبستريت، هي او الرياكتيف سبستنس. ليه؟ لانه نو رياكتيف اسيتيك جروب هي في نيوترال ميوسين، بالتالي كونسيست اوف فيريوس هيكزوزاماينز كونتين CHO او ميد اب اوف هيكزوز يونيز يوجوالي اسيتايل سوتش از جلوكوز امينز اند سو اون. طيب انه يا اخي دي تعريف للهيكزوزاماينز، اللي هي عباره عن كربوهيدرات فيها هيكزوز يونس، ونحن عارفين الهيكزوز هو شنو زي ما ذكرناه قبل كده في البايوكيمستري، هو اليوجوالي اسيتايل سوتش از جلوكوز امين، يعني ميكس ما بين امين اسيد وجلوكوز، وبالتالي هو جلوكوكونجيكيتس، وبالتالي صنع ليها في الاخير اداني الهيكزوز اماينز اللي هو الرياكتيف سبستنس. طيب نلقاهم وين؟ it is epithelial in type، هي نوع epithelial. بالنسبة للسايد بتاعها نلقاها وين في epithelial؟ نلقاها في البرونال جلاند، respiratory tract، gastrointestinal glands، goblet cells، prostatic glands، GIT، prostate، and كده. دي الأماكن اللي بلقى فيها منو normally بلقى فيها neutral mucins. هي stain only by PAs، ما ممكن احصل لها، ممكن نهائي يحصل لها staining by the other staining. عشان كده نحن دائما في الهيستولوجي بنقول انه الموست سويتبل ستين هي منو؟ هي البي اس. ليه؟ لانها بتعمل staining ل variety components. ممكن نعمل زي ما ذكرنا في المحاضره الاولى، او زي ما ذكر في المحاضره الاولى، انه البي اس ممكن تعمل لها staining للبيزمي ميمبرين، ممكن تعمل لها لسايز فيها فنجس انفكشن، ممكن تعمل ليها. فهي سويتبل لفاكتورز كثيره، واحده من الفاكتورز ديل اللي هي ممكن تعمل لها سيننج لمالتيبل كومبوننتس، واحده من المالتيبل كومبوننتس اللي هي نيوترال ميوسين. بالتالي لاحظت انه هنا في فاريشن حصل ما بين الميوسين، ما بين الستينز اذر ميستينز والبي اس، انه هي الوحيده اللي عملت لها سيننج للنيوترال ميوسين، في حين انه الاذر سيننج فشلت انه تعمل لي ستيننج للنيوترال ميوسين، وبالتالي هي الموست سويتبل وان. طيب also النيوترال جلايكوبروتينز، لما اقول نيوترال جلايكوبروتينز بيختلف من نيوترال ميوسين، لان الجلايكوبروتينز هو جلايكو كونجكيتس جلايكوبروتينز
جست. لكن الميوسين هو حاجة أكبر وتحتوي على جلاكو بروتينز و other compound و other components together called ميوسين, so neutral ميوسين. لكن النيوترال جلاكو بروتينز زي الثيروغلوبولين ديل, زي ما قبلنا لما ذكرنا جلاكو بروتينز مش قلنا ممكن تكون may be or may not negative in chart. طيب بنفس المفهوم ده هنا حاليا هي نيوترال متعادلة. طيب هنا متعادلة بالنسبة لشنو؟ متعادلة بالنسبة للأسيد والبيز. تمام, هناك ما ذكرنا, ما قلنا may or may not be negative charge, لأن هي multiple عندها multiple variations. مرات بنلقاها neutral, مرات بنلقاها في acid glycoproteins, في acid glycoproteins زي ما في neutral glycoproteins, في negative زي ما في غير negative, في positive, في وهكذا. طيب neutral glycoproteins زي منو؟ زي thyroglobulins are also BAS positive. طيب بعد ذلك the methods to demonstrations of myosin. Methods of demonstrations of myosins, they are a number of methods can be used for the demonstrations of myosins. This include H&E والPAS method والRCN dyes, وهنتطرق لكل واحدة برا. طيب نبدأ أول حاجة بالهيماتوكسيليني أنيوسين. الهيماتوكسيليني أنيوسين أو H&E هما في الطبيعي إنه لما نعمل staining للأسيد ميوسينز, اول حاجه قبل ما نقول هي بتعمل سيننج كيف, الميكانيزم بتاعتها والطبيعي ليش نو, لازم اعرف في كل ستين هي بتعمل سيننج لمنو. فاول واحده عندي جنرال ستين عشان ايه, هي بتعمل سيننج للبوث للاسيد ميوسين وللنيوترال ميوسين. طيب في الطبيعي انه البوث تايب اوف ميوسين بدوني بيكونوا ميوسين بيكون تيك اب ذا كلر اوف ذا ايوسين. ميوسين تيك اب ذا كلر اوف ذا ايوسين اللي هو منو ريد كلر, بكون ماله ويكلي. لكن في حالة الهيريليجز هيماتوكسيلينز, في الحالة دي قالوا for reasons that are not clear إنه سيرتين أسيد ميوسينز stain blue, بدل ما يشيل لي اللون الريد بتاع اليوزين قام take the color blue of the hematoxylin في حالة منه, في حالة الهيريليجز هيماتوكسيلين. السبب شنو؟ not clear. طيب بعد ذاك دي صورة لل PAS for acid myosins أو for both. يمكن هنا ما يتحدد. طيب بعدك عفوا ما بالبيز, هنا بال H&E الهيماتوكسيلين, هنا بال H&E stain للميوسين. بعدك ال PAS method اللي هي it is used for the myosins containing reactive exhaust group, اللي هي بالتالي which include neutral myosins, N-acetyl cyanomyosins, strongly sulfated epithelial tissue acid myosins. يعني هي ال PAS method بتعمل staining used for the acid myosins, for neutral myosins, for neutral glycoproteins. تمام؟ يعني ممكن نقول هي for both برضو. طيب إنه بعد ذلك the components can be oxidized with 1% periodic acid to expose aldehyde which recolors key reagents to form magenta color. إنه في الطبيعي دي هي ال principle باختصار شديد بتاعت ال PAS method, الميكانيزم كيف بتعمل. إنه أول حاجة بيحصل oxidizations أو ال oxidized agents اللي هو ممنوع, اللي هو 1% periodic acid. لأنه تعرف ال PAS اللي هو periodic acid كيف هو بتكون من مقطعين او من شقين, البيريوديك اسيد واسكيف. فالبيريوديك اسيد هو عباره عن اوكسيدايزنج ايجنت بيعمل لي اكسده او تركيز 1% طبعا اكسده عشان يحصل شنو اكسبوز للالدهايد. فالالدهايد بيكون ريدي عشان يحصل له شنو, يعمل ريكلر, يعمل لي ريكلر لمنو للسكيف ريجنز. بالتالي في الاخير ريزلت تو ذيس رياكشن بيديني الماجنتا كلر, وده الشكل بتاعه بتاع البي اس فور ميوزين. Then arsian dyes. Arsian dyes هم بيستخدموهم for acid myosin. والarsian dyes زي arsian blue, arsian yellow, arsian green. وكل الدايز ديل الميكانيزم بيشتغلوا بيها عن طريق شنو؟ عن طريق إنه دي بتشتغل عن طريق الالكتروستاتيك بونز ما between the dye اللي هي positive charge بنسميها الكاتيونيك والتيشو اللي هي الانايونيك. تمام؟ الكاتيونيك والانايونيك اللي هم positive للكاتيونيك ونegative للانايونيك between the dye اللي هي البوزيتيف و certain tissue poly anions. الكاتيونيك dyes هم بوزيتيف زي ما ذكرنا,
والانيونيك في التيشو. الاثنين بيدوني الكتروستاتيك بوند. ولما نقول الكتروستاتيك بوند هي بوند بين نيجاتيف اند بوزيتيف شارج، طبعا هتكون ايذر سلفيت اور كربوكسيليت جروب اوف كورس، لان في النهايه هي اسيد سواء كانت سلفيت او كربوكسيليت. اوف ذيس 3 دايز طبعا الالسيوم بلو هي الموست كومنلي يوزد اند از ذا بوبولار وان. طيب ليه احنا نستخدم هي اكتر واحده؟ لانه بكل بساطه انه الالسيوم بلو بسبب انها اول حاجه بسبب انها عندها سبيسيفيسيتي. السبيسيفيسيتي يعني هي سبيسيفيك لمنو؟ للاسيد ميوسين، ما بتعمل ليستين لمنو؟ لنيترو الميوسين. السبب الثاني انها سترونج كلوريشن، يعني اسيد ميوسينز ار انتنسلي ستيند، يعني بتكون الستين بتكون سترونج ما بتكون ويكلي. زي منو ذكروا قبل لما ذكرنا في البدايه الاتش ان اي ستين، بيكون الستين ويكلي حتى لو ونس ابون حصل انه ستيننج، ما حصل الحاله الشاذه اللي هي بدل الدي ان اي الكلر بتاع اليوزين، يعني الكلر بتاع الهيماتوكسيلين. ف ونس ان سام هاو نحن قلنا ستيننج، لكن بيكون ماله ويكلي. عشان نرجع تاني في الفورما الزلمه لخبط، نحن رجعنا للاتش ان اي ستين عشان نجيب النقطه بتاعت انه هنا الفرق بينه وبين الاسيد ميوسين. هناك الاتش ان اي كان فور بوث من الالسيان دايز لمنو سبيسيفيكلي للاسيد ميوسين، وبعد ذاك هي سترونج كمان. السبب الثالث من الاسباب اللي خلت الالسيان بلو هي موست بابلر اللي هي شنو؟ الانسولابيلتي اوف ستيننج، يعني انه لما سيكشن 1 حصل له ستيننج الداي بتكون باوند تو ذا تيشو ان ذا سوتش واي ذات ان افكتد باي سبسيكوينت تريتمنت ويز الكحول اور ووتر. يعني بعد ذاك دائما في ستين، في بعض الستينز لما يحصل تريتمنت بالكحول او الووتر بيحصل لها افكت، يعني الستين ممكن يفك، ممكن يكون يحصل له يبقى ويكلي. لا هنا في الاسيان بلو الكلام ده ما بيحصل، ودي من الاسباب اللي خلته موست بابلر او موست كومنلي يوزد. طيب بعد ذاك عندنا الدي اللي هو الرابع اي بي سي دي البيرمننس اوف ريزلت section seems to retain the stain for many years. يعني ممكن اعمل لك الالسيان بلو او الالشيان بلو زي ما قلنا، ممكن تنطق الالسيان ومرات الالشيان both are right. ممكن اعمل لك الالسيان بلو for many years والستين تكون مالها once ثابته ما بتتغير، او ممكن ما يحصل لها اي weakness. طيب بعد ذاك عندنا دي هي صوره لها اللي هي الالسيان بلو for acid myosin. الكومبايند ألشين بلو بيز ميثود أو البيريوديك أسيد شيف مع ألشين بلو توجيذر ميثود فور أسيد أند نيوترال ميوسينز، ودي ظاهرة بما إنه ألشين بلو هو سبيسيفيكلي فور أسيد والبيز فور بوث، بالتالي الكومبايند دي بتصبغ لي الاثنين أسيد أند نيوترال ميوسين. وهي طبعا الموست يوزفول روتين تكنيك، دائما لما أعمل ديمونستريشن للميوسين بيستخدموا الكومبايند ألشين بلو بيز ميثود، لأنه هي بتوضح لي الفرق كليرلي بين النيوترال ميوسين والأسيد ميوسين. طيب الراشونال and the rationale of the technique is that the first staining all acid myosin will be alcyon blue, but the second staining all neutral myosin will be base positive then appear magenta color. طبعا اعمل استين في البدايه بيحصل لي استين لكل الاسيد ميوسين عن طريق منه عن طريق الالشين بلو، بالتالي يديني لون بلو كلر. في الخطوه الثانيه او في الاستين الثاني طبعا الكلام ده يكون حاصل وين؟ في التشو. بيحصل استين للنيوترال ميوسين بعد ذاك عن طريق البي اس بيظهر لي الماجنتا كلر. دي هي الميكس ده زي ما ظاهر قدامنا في السلايد، انه في ميكس ده ما بين البي اس اللي هو لونه الماجنتا كلر وما بين اللون البلو بتاع الالشين بلو، بالتالي اي الالشين بلو هنا عباره عن منه؟ عباره عن نيوتر، عباره عن اسيد ميوسين، وهي البي اس هي فور منو فور ذا نيوترال ميوسين. طيب لو جاني زول ثاني قال لي انت كبير قلت البي اس ممكن اسبق بعض انواع الاسيد، طبعا ما كل الاسيد ممكن يصبغ عن طريق البي اس، لكن كميه ليست بالقليلة ممكن تصبغ عن طريق البيز، لحد ما ممكن تقول بتصبغ الأسيد. طيب ليه ما صبغت الأسيد ميوسينز بالبيز ميثود مع إنه ممكن عندها القابلية capable of staining by بيز؟ عشان كده قبل نحن لما ذكرنا في البداية قلنا الفيرس ستيننج بيمنو بالأسيد ميوسينز، والأسيد ميوسين هي specifically cannot stain the neutral ميوسين، وبالتالي ونسي إنها stained خلاص كده حصل لها ستين اتشبعت، بالتالي حتى لو جاء البي اس وهي عندها كابيبل اوف ستيننج هتكون اوريدي ستيند، بالتالي هيحصل ستين اونلي فور هو فور نيوترال ميوسين. دي صورة تانية ليها. طيب بعد ذاك الدايلايزد الكلويد الايون او ما يعرف ب الدايلايزد ايون بروشن بلو
therefore acid mucin also this specifically برضو للأسيد ميوسين زي منو زي الالشين بلو. طيب التكنيك فور أسيد ميوسينز اللي هو البرنسبل this technique زي ما قلنا used for acid mucin the principle بتاعتها انه يا اخي at low pH الكولويد الايون will be absorbed into tissue polyanions polyanions and the absorbed ion is subsequently visualized by conversion to ferrous cyanide or prussian blue using potassium ferrous cyanide potassium ferrous cyanide acid mucin appear with a blue color. طبعا انه اول حاجه ال pH يكون low معناها دي محتاجه ال slightly acidic ميثود ستاتي اسيديك بي اتش بالتالي بيكون لو فالبي اتش لما يكون عالي جدا او سترونج اسيد في الطريقه دي ما بتنفع معه بالتالي طيب البرنسيبل عرفنا البي اتش بتاعه. طيب الكلويد الايون اللي هو معدن غروائي زي ما نحن عارفين المحاليل الغروائيه عامله كيف. طيب بعدك انه ويل بي ادزوربد انتو ذا تيشو بولي انيونز فنحن قبل اتفقنا انه يا اخي التيشو هو ماله انيون التيشو هو عبارة عن anions اللي negatively charged أما الدايز دايما تكون مالا positively charged. طيب the adsorbed ion طيب ده هنا كان في الالشين بلو in general. طيب أما هنا بالنسبة للدايلازيد ion prussian بلو الفرق بينه بين الالشين بلو هنا كان negative و positive هنا كان negative و positive أما هنا في الدايلازيد ion prussian بلو هنا برضو في negative و positive بتحصل لكن in more specifically اللي بيحصل اكتر من اضافه للالشين بلو بيكون في ادزوربت ايون ان سبسيكوينتلي فيجوالايزد باي كونفرشن تو فيريك فيروس ايونايد يعني بيكون التيشو بيحصل له امتصاص لمنه بيمتص الايون مجرد ما يمتص الايون بعدك بيتفاعل مع ماده اسمها البوتاسيوم فيروس ايونايد مجرد ما الايون اللي هو الفيريك في حاله الفيريك طبعا الايون عنده حالات عنده حاله الفيريك عنده حاله الفيروس بيكون في حاله الفيريك اللي هو الحديد 2 الحديد 3. طيب مجرد ما حصل له وانس حصل له ونسي انه حصل له absorbing by the tissue بالتالي انه بحصل لك reactive مع البوتاسيوم ferrous cyanide وبيعمل تفاعل ازاحة الايون بزح البوتاسيوم في بقعد محله بيبقى عندي الايون مع الفيروس cyanide اللي هي ما يعرف به الفيريك ferrous cyanide اللي هي دي عبارة عن هي عبارة عن البروشن بلو والبروشن بلو اللي هو الانسوليبل كومبوننتس يكون باللون البلو.